مريم صلحي؟ كرامتي. كرامتك؟ كرامتك خدتها منك بياعة الفراخ. وبعدين يا ناديه، كل معارضه بتترفض، هفضل محبوس لامتى؟ نصبر يا جمال، وفرج ربنا قريب. المحامي بيقول ان بلاوي كتير انكشفت في الجمارك، وان اللي عملوها دبروا انها تتلفق لك. محامي صغير ما عندوش خبره. انا ضيعت يا ناديه، ضيعت. ناديه، فين ساعتك وسنسلتك؟ يا دوب جابوا اتعاب المحامي الصغير. ولا يهمك يا جمال، كله يتعوض. هتواجه ازاي مصاريف الولاده؟ ما تشيلش هم، انا عامله حسابي. حتى كمان دبلة الجواز. معلش يا جمال. معلش. عايزين ادور لها على المجرم الحقيقي، عجبكم كده؟ وماله يا اخويا، ادور لها على المجرم، ريحها. فين بقى المحامي الكبير اللي انتوا وكلتوه؟ ايه، هنوكله قبلها انا بسنه؟ لما القضيه تتحول للمحكمه ويتحدد لها جلسه يبقى فيها كلام تاني. حسونا، احنا لو تدخلنا من دلوقتي هنلفت النظر لينا كلنا. احنا مش لازم نتدخل خالص، بطلوا عبط بقى. كمال لو افرجوا عنه معنى كده ان المتهمين لسه بره والمباحث هتدور علينا. انما لو اتحكم على كمال واتحبس يبقى خلاص، ملف القضيه اتقفل، ويا دار ما دخلك شر. ده الكلام الدغري. يعني خلاص قررت انكم تضيعوه. انقذوا انت يا اخوي، ما انت اصلك فدائي. لا مؤاخذة، هو الاستاذ مصلحي نقل مكتبه؟ زي ما انت شايف، بس ما دام المصلحي موجودة تحب تكلمها؟ ممكن؟ طبعا، اتفضل. أدرية يا أدرية. مش معقول حسونة. الحمد لله على السلامة. ازيك يا أدرية؟ ازيك، أنت جيت إمتى؟ دلوقتي. الحمد لله على السلامة. حسونة جوز أختي مدام سهام، شريكتي في الأتوليه. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. على فكرة يا أدرية، أختك أشطر منك في الاختيار قوي كده. طب والنبي لا أقول لمصلحي. لا أعملي معروف، لا يشغلنا القانون بتاعه ويفسخ لنا الشركة. عن إذنك. اتفضلي. تعالى يا حسونة تعالى. وحشني، أخبارك إيه؟ كويس. اسكندرية أخبارها إيه؟ تمام الحمد لله. ده إيه يا أدرية ده؟ ها؟ إيه العظمة دي كلها؟ أعمل إيه يا حسونة؟ مصلحي صرف الفلوس كلها. قلت أشتغل، وأنت عارفني طول عمري شاطرة في الخياطة. أه طبعًا. بس هو بقى يتدخل في التفاصيل والإدارة. أنا منبهة عليه ما يهوبش هنا خالص. يسيبني بقى ربي العيال. انما بقول لك ايه يا ادريه، صاحبتك بان عليها شاطره قوي. ها، جوزها اشطر منها بكتير. يا سلام. عنده مطعم ومدينه ملاهي ومصنع ملابس جاهزه. ايه خبر مصمت ملابس جاهزه؟ مصنع يا حسونه. طب يا ادريه، انا همشي بقى، انا كنت عازل مصلحي، هروح له البيت. طب استنى دقايق واجي معاك. اتفضل السرايح. يلا القهوه يا سيدي. يو يا سيدي، الله ما تخبطش فيا كده. الله، انا مش وشي كده. بنت فواك، انا قربت لك يا بنت. امال خيالك هتقول كمان ما تبصليش وانا ماشيه بحالي؟ طب انا حسيت بعينيك قسم وظهري. فواك، ارجع عني يا فواك احسن لك. ايوه يا اخويا، اعمل طيب اعمل طيب اعمل طيب يا ساهي يا داهي. هي ميه من تحت تبني، ده انا فاهمك كويس. انت مش ناويه تجيبيها البر. فواكه ابعدي عني احسن، اخدك قلمين اعقلك يا فواكه. لا 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 يا سيدي، الله، من دلوقتي هنلعب استغمايه ولا ايه؟ الله، امال لما الست تسافر ايه اللي هيحصل؟ لا وحياتك يا سيدي، ده انا واحده ضعيفه. الله اخس عليك يا سيدي، ده انت خطر قوي. دول 30,000 دولار. ربنا ما يحرمنيش منك يا احب جوز في الدنيا. خليكي واعيه، حراميه ايطاليا
يسرقوا الكحل من العين. وهي دي أول مرة سافر فيها إيطاليا، بس أنا كان نفسي تكون معايا المرة دي عشان أخد ذوقك في الاختيار. كان بودي يا حبيبتي، أنت عارفة المصنع عايز عين مفتحة، العمال صعبة أوي الأيام دي، البركة في قدرية، ذوقها ما يعلاش عليه. بنت يا فواكه، أنت مش مقام من مقام يا بنت يا فواكه. يا غرب يا سيدي، الحب ما فيهاش مقامات. لا حب، انت يظهر عليك عايزه علقه تعقلك يا فواكه. لو النبي فواكه سالك يا سيدي، لو النبي يا سيدي، لو النبي. الباب الباب. لا انا يظهر اتهزقت. اتفضل يا حسون. ازيك يا مصطفى؟ اهلا يا حسون. اهلا. ايه مالك الدنيا كده ليه تعبان؟ لا 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 اصل نسيت اعمل تمرين الصباح فقلت اعملها دلوقتي. اصل الدكتور يا حسونه قال لي اهتم بالرياضه قوي. لا باين عليك هتجيب نتائج في الرياضه قوي يا ابو صالح. مبدره النهارده يا ستي، ده انا يا دوبك وحياتك لسه حاطه الاكل على النار. معلش معانا ضيوف جوز اختي، شدي حيلك. منور يا سيدي. بس اتفضلي ما تقرص على روحك قوي في الرياضه يا ام صالح، لان القرص في الرياضه ساعات بيجيب نتائج مش هي، خصوصا في السن بتاعك كده. اهلا يا حسونه. اهلا. قول لي يا حسونه. نعم. ازاي حكمه وحماتي؟ كويسين. انا اللي مش كويس يا ام صالح. ليه؟ واحد صاحب الروح بالروح واقع في جنايه، انا جاي لك عشان تختار لي محامي كبير جدا يخلصه منها، وما يهمكش الاتعاب، اي فلوس انا مستعد. يا حقي لك يا عم، بدل الفلوس ماشية معاك زي الرز. وانت اخبار الرياضة معاك ايه؟ انا شايف ان محامي كمال قام بواجبه، على كل حال امل كبير اننا ناخد له افراج. مركزه في القضية مش سيء زي ما انت متصور. يعني في امل ياخد براءة؟ انا متأكد انه هياخد براءة. ابتدي يا عم كمال، محامي كبير جاي قابلك من مصر. كمال كمال اصحى، كمال اصحى كمال. اخر ما كنت اتوقعه، امبارح شفته كان مرح بشكل غير عادي. عادة بيغطوا الاكتئاب الشديد بالمرح، كان امل كبير اخد له براءة. خسارة، انهار تحت وطأة الشعور بالظلم. أول مرة ركب فيها طيارة، ده أنا قلبي هيقف. هي أول مرة كده، بعد كده هتبقى أسهل من ركوب البسكليت. هو في مرة تانية؟ لا يمكن. ده أنا من دلوقتي ابتديت أقلق على الأولاد. يا دي الأولاد. سام هانم، مش معقولة.
ازاي؟ صفوت، ايه الصدفه العجيبه دي؟ ازيك؟ الحمد لله. صفوت يا قدريه، صاحب اخويا صلاح الروح بالروح. اهلا مدام قدريه، صاحبتي وشريكتي في الاتيليه. تشرفنا يا فندم. تشرفنا يا فندم. روما طبعا يا سام. ايوه، وانت؟ ان شاء الله. حاجزين في الهيلتون؟ ايوه حاجزين في الهيلتون. مش معقوله بقى. ليه؟ انا كمان حاجز في الهيلتون. لا دي صدفه غريبه قوي، مش معقول يا قدريه. حظنا كويس، عن اذنكم. اتفضل. سهام، انت رايك فيا انا غبيه؟ لا طبعا، والا ما كنتش شاركتك في الاتيليه وفي البوتيك اللي هنفتحه في شارع سليمان. بجد؟ طب بذمتك حكايه صفوه دي صدفه؟ طبعا لا، ده تخطيط. تخطيط؟ ايوه تخطيط. ايه تخطيط؟ كنت هقولك في الوقت المناسب على كل حاجه. هتقولي لي ايه؟ هقولك ان صفوه ده يبقى خطيبي. خطيبك؟ خطيبك ازاي؟ انت مش متجوزه؟ اه متجوزه، بس لطفي جوزي انهى مده خدمته وناويه اغيره، ادى مهمته، كتب لي شقه تمليك باسمي ودفع لي خلو البوتيك وشويه حاجات كده وخلاص. ايه اللي بتقوليه ده يا سهام؟ اوه كفايه بقى، بقالي 3 سنين متجوزاه، هو هياخد عمري. احنا في روما يا حبيبتي. لا طب ما انا عارفه ان احنا في روما. في ايه؟ ما انا عارفه انك عارفه، في انك تشربي. ايه؟ تشربي من ده. انا؟ اه انت. هنا ما بيقدموش ميه، حتى بصي حواليكي. ايوه انا عمري ما تعدميني ما شربتي. وحياه ولادك انت يا شباب. يلا حبيبي اشرب. حاضر. كم اشرب؟ حاضر. يلا كمان حبة عشان خاطر. يلا. يلا يا شيخ عشان تفرفشي. يا رايك بقى تسمحي لي بالرقصة دي؟ ايه؟ تسمحي لي بالرقصة دي؟ انا؟ انا سبت الرقص من زمان. انت عارفة يا سهام انا بقالي سنين ما برقصش مع مصلحي، اصل هو ما بيرقصنيش ابدا. والله؟ اهو ده مثلا، لا اعرفه ولا يعرفه، لكن اتقدم لي للرقص. تفتكر اكسفه؟ مش ممكن. عن اذنك يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي. يلا. اديك شفت بنفسك، مفيش حاجة. يعني بنوم برقص؟ اتفضلي. طيب طيب. يولا؟ لا إجيبشيان. إجيبشيان؟ أوه موا أنطونيو. أدرية. كادرية. كادرية. كيلو باترة. قلت لك أدرية يعني أدرية. الله. كيلو باترة. ميلو كيلو باترة. كيلو باترة. كيلو باترة. كيلو باترة. يلا يا روحي.
تبعد كده. اوه ايه ده؟ فبينك يا سلطان كريكو ستيامو ومبوك. يو انا فاهمة بتقول ايه. روح في حاجة؟ كيلو باترا أموري ميو كيلو باترا. هو أنا مش سايباك تحت؟ إيه اللي طلعك هنا؟ في حاجة؟ فيني. أنت عايز حاجة؟ دامي أم باتشو. باتشو؟ أنا مش فاهمة أنت عايز إيه؟ لا شيل إيدك دي. إيه؟ لا ما يصحش كده. يا فضحتي أدرية. الحاجات دي تجيب أكتر من 5000 جنيه أدرية. فكرة روما دي كانت غايبة عننا فين يا أدرية؟ في الحقيقة شركتك سهام دي أدامها حلوة قوي علينا. ولا جوزها؟ جوزها ما يتخيرش عنها، بيخاف على سمعتك، بيقول مش معقول أدرية هتفصل الفستان دلوقتي بخمسين جنيه. أدرية الله نسيت العربي يا أدرية، أكلمك بالطلياني. أدرية في صحتك كذا يا حبيبتي، في صحة وصولك بالسلامة. اشربي يا أدرية اشربي. عايز اسقط ليه يا مدام؟ في سبب وجيه؟ ايوه مراهقه شويه وعندي اولاد. الابل بتحمل ما يصحش انها تهرب من امها. يا مدام انت حالتك الصحيه والنفسيه لا تسمح بالاجراءات. فهم دبريني هعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها؟ مصيبه؟ اه قصدك مساغك اللي اتسرق منك. هو مش بحوالي 3-4000 جنيه، لكن صدقيني يا أدرية احنا بنكسب كتير واكيد هتعوضيهم. مش مساله مساغ، انا سرقت مني حياتي غصب عني وانا مش واعي. اما انك صايحه على نياتك ولنفرض ان ده حصل، انت مش بتقولي ما كنتيش واعي؟ ايوه فعلا. خلاص انا ما كنتش واعي، بس انا سهام انا حامل. أدرية الكون مش هيتهد عشان انت حامل. بالنسبة لي هيتهد. مين يا سهام؟ أرجوك حاولي تفهميني. أنا لو في مكانك أعمل شهر عسل وفورا مع جوزي. أدرية انت مش هتكوني أول واحدة ست تخلف بعد 7 شهور. لا الموت عليا أهون من كوني أعمل حاجة زي دي. لا أوه مع الأسف أنا كنت فاكراكي ذكية جدا. النهاردة بس اكتشفت انك غبية وبرده جدا. انتي السبب. أوه. ايوه هما السبب في كل اللي حصل. Thank you.
حسونة أدري يا حسونة. حكمة امسك أعصابك يا حكمة، امسك أعصابك. والدتك مش حامل الصدمة دي، لو كنت بتحبيها صحيح لازم تخبي عليها أطول فترة ممكنة. عايز افتكر يوم واحد زعلتني فيه اساءة، كلمة واحدة قاسية. هعيش ازاي من غيرك يا ادريا؟ مين هيربي العيال؟ عيب اللي بتعمله ده يا مصلحي، ما يصحش كده. ربنا يتولانا، يلا ربنا يتولانا، يلا. بس يا حكمة خلاص. ازيك يا نادية؟ ابنك جميل قوي، ربنا يخليه لك. اتفضل. انا جايب معايا هدية صغيرة. زملاء المرحوم متأثرين جدا باللي حصل، فجمعوا مبلغ يعني علشان تواجه بيه ظروفك. عارفين ان مدة كمال في الشغل قصيرة ومعاشه صغير. واللي قتلوا كمال ساهموا في التبرعات؟ هم اكيد من زمايله برضه. كتر خيركم، فلوسكم مش هتعوض اليتيم عن يطمه، وهيفضل في عينين الناس ابن المرتشي. الإحسان الوحيد اللي قبل إنكم تلاقوا المجرم الحقيقي وجوزي يتبرى. من فضلك حط فلوسك في جيبك. شاهين بطار. تعالي يا ابو الحسن. حسونه ايه يا راجل؟ ده صح برضه، انت بتتصرمح فين وسايب ضيوفك؟ شاهين بره انت والاوساخ بتوعك دول، مش عايز اشوف حد فيكوا تاني هنا. يا خرابي انت ايه اللي جرالك النهارده؟ ولا كلمه جوه. مستنيين ايه؟ قلت بره بره. لا ده حالته كرب خالص. حاضر يا حسون، هنمشي حال. يلا يا اخوانا. عمري ما كنت اتصور انك لما تشرب تبقى ندل للدرجة دي. اطلع بره يا شاهين، اطلع بره. قطعت صلتي بالناس دول كلهم. وانا مالي؟ هم اصحابي ولا اصحابك؟ اصحابي وزمايلي، هم زيي وانا زيهم، ما نتخيرش عن بعض. لكن انت حاجه تانية، انت بنت ناس طيبين. خليك بعيد، خليك بعيد يا حكمه، خصوصا عن ميسة. مالها ميسة؟ في منتهى الذوق والادب ومعرفتها تشرف. ست صايعه مش هتخش البيت ده تاني. عيب، عيب قوي تقول كده على مرات الراجل اللي خيره عليك. ماهيش مراته، ماهيش مراته. مش مراته؟ طيب يا حبيبي ننام دلوقتي والصبح نبقى نشوف مرات مين. مرات الكل، مرات كل الرجال. موظفه عنده في مشاريع الحقيره بالاجره والعموله. نفرض دي مسائل شخصيه، كل واحد حر في حياته الشخصيه، انا ليا مصلحتي وبس. شوف يا حسونه هوريك انا عملت كام النهارده.
قلت في ليلة واحدة بس، ليلة واحدة يحسوني عملت 1000 جنيه. 1000 جنيه يهمني بقى إذا كانت مراته ولا مش مراته؟ يهمني أنا، يهمني أنا يا حكمة. شاهين لو قدر يعمل منك ميسة تانية مش هتأخر. شاهين جر رجلي وقعني بفخ الرشوة، بقيت مرتشي، علمني إزاي أسرق الجمارك، بقى عندي الألوفات، عندي الألوفات مخبيهم، محدش هيقدر يوصل لهم. أنا بقيت حرامي، أنا بقيت حرامي، أنا مطلوب القبض عليا يا عالم. أنا بقيت حرامي، حرامي، أنا بقيت حرامي، حرامي يا عالم. ملناش دعوة بميسة وسلوك ميسة، بالمرة بقى أعرفي إنها كانت صاحبتي، أنا خدتك معاها. خبر عادي بالنسبة لك طبعاً يا حكمة. الفلوس أهم. صباح الخير. صباح النور. انت مين داخله عليا وبتساليني انا مين؟ انا المدام. هو المصلح عزل مش دي شقته؟ شقته، وانا مدام المصلحي حكم. يا بنتي انا مش ناقصه هم. هو اتجوز على ادريه؟ ادريه تعيش انت. انت بتقولي ايه؟ انا يا حبيبتي مراته الجديده. قضاء الله وقدره يا حمادي، خفنا عليك خبينا القبر. هدرية 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 هدرية. كانش العشاء ما تحسونا كده تطردنا من بيتك؟ قبل ما تطردوا من رحمه ربنا. يا اخوانا مفيش داعي للمحاضرات، غسلنا الوسخ نبقى نغسله بره. معلش خد امضي الشحنه الجديده. انا مش ناوي انتحر، كفايه كمان. الله، هو انت كل استماره تنشف رينا؟ مش عايز قلب الدماغ، دوروا على غيري. تاني حسونا انت كده تخرب بيوتنا. ان شاء الله يا رب تتخرب وتتربى على دماغ ابوكم. حسون دي صلحتيني. كنت مخصماني ما بتكلمنيش. انت صحيح كنت مصاحب ميسة؟ ما يطرشي تستعبطش يقول الحقيقة. ايه اللي فكرك بميسة دلوقتي؟ الحكاية دي ما عمتكيش ونزلت تلم الفلوس. لو عملت كده تاني هموت نفسي. ويفضل مين يا حكمت؟ يفضل مين؟ انا بحاول الاقي نفسي والاقيك انت كمان. انت ضايعه مني. انت حبيبي طول عمرك. انت حبيبي. احنا جرانا ايه؟ حبنا في نفوسي كان حريقة. حسون روح حسون
انت صحيح بترتشي ولا كنت بتغيظني؟ حصل حصل حاجة. وبقى معاك كام دلوقتي؟ 50,000 جنيه. اخص عليك، ولا اعرفش ولا كاني مراتك. كنت مكسوف منك يا حكمت، ومكسوف من نفسي. طب وشايلهم فين؟ مخبيهم. فين؟ هقولك الليله كنت جاي ومصمم اللي انا اقولك. طيب ابقى حرص المره الجايه، الطريق ده خطر. انت رايك يبقى في مره جايه؟ يعني عايزين استمر؟ ما دام الدنيا كلها ماشيه كده هنعمل ايه؟ بس حرص وفتح عينك، لا يحصل لك زي اللي حصل لكمال. كمال مات لانه بريء. انتحاره كان صرخه احتجاج على الظلم اللي كان لازم يموت، مش كمال. انا اللي ارتشيت ومسحت التهمه فيه وديته في داهيه. معلش اللي حصل حصل، يعني هنعمل ايه؟ يعني هو ده رايك؟ مفيش حاجه ممكن تتعمل؟ انا عارفه لك شقه تمليك نحط فيها 30,000 جنيه، والباقي ال 50,000 جنيه هيروحوا لناديه مرات كمال، حامل بيه مستقبل ابنهم اليتيم. انت شارب يا حسونه؟ دي الليله الوحيده اللي ما حطيتش فيها ولا نقطه خمره بقي. يعني بتتكلم جد؟ الفلوس اللي تعبت فيها وحوشتها عايز تروح تديها لناديه وابنها؟ ونتوب. نتوب يا حكمت ونرجع للانفوشي. ارجع لوحدك. يعني طب يا حكمت نتفاهم، نتناقش، ناخد وندي في الكلام. هي كلمه واحده، لا يمكن ومستحيل اسمح انك تدي الفلوس لمرات كمال دي وابنها. طيب يا حكمت، طيب الفلوس مش هتروح للناديه، وعد شرف مش هتروح للناديه. دلوقتي بس عرفت ان انت بتحبني. وانت بتحبيني يا حكمة؟ يو هنتدلع بقى. يلا مش هتنام ولا ايه؟ مش هنام، في حسابات عايز اقفلها قبل ما انام. طيب حسون اوعى تقول لاصحابك على الشقه التمليك دي، كفايه قر. انت لسه ما نمتش ولا ايه؟ ايه اللي بتعمله ده؟ بكتب جواب. لمين؟ لربنا. جديدة دي، وعلى فين من بدري كده؟ رايح تصلي الفجر؟ وعرفتها ازاي دي؟ فعلا رايح اصلي الفجر. ويا سيادة رئيس النيابة، هذه هي قصة شاهين وشركاء. لو البلاغ ده مظبوط يبقى وصلنا، وتبقى الغاز قضية الجمارك اتحلت. يا راجل ده بلاغ من مجهول، دي ناس بتتسلى. مجهول، وافرض انه مجهول، لكن بيتكلم عن حقائق وناس معينين. كفايه لعبه بقى يا جماعه، بينا نقعد مع الجماعه شويه. يلا نشوف. اهلا يا خليفه. بقول ايه؟ يا ريس، البضاعه وصلت بقالها 5 ايام ومرميه في الجمارك. حسونه وصل يا جماعه. حسونه نفع مع التهديد طبعا. الامر مش بعزاء. اهلا يا حسونه باشا. معقوله؟ ايه الغيبه دي كلها؟ حكمة بتسلم عليك قوي وبتبوسك، توصل لك البوس امانه. بتبوسك قوي قوي، وانت يا الهام حكمه بتبوسك قوي قوي قوي. لا 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 يا استاذ حسونه، انا لا اسمح ابدا. يا بيه يحيى بيه. يا استاذ حسونه. يا استاذ يحيى،
دي قبلة أخوية. مش كده. سلم عليك قوي. حكمة بتسلم عليك قوي. شاهين يعجبني فيك إنك واسع الأفق. ونادل. وأنا يعجبني فيك إن دمك خفيف. انتوا عارفين انا شارب لكم ايه؟ شارب لكم ميه نار كده اهو. اوف اوف حبيبي تعالى يا قمر. انت كمان افقك يا اوف زي افق شاهين بالظبط. واسع وعريض. اوفا اوفا جرى ايه يا اوف؟ حسونا بيهزر معاه. ده ألم اخوي. معلش اصل حسونا الليله دي شارب ميه نار. ازاي تسمعها؟ شارب ميه نار الراجل يعني. حسونا بقول ايه؟ البضاعه وصلت بقى لها 5 ايام ومرميه في الجمارك. وندور على المنقذ في سلقط في ملقط مش لاقيينك. اوف اعمل لي كاس ويسكي. قسما ما حد يقدم لك كاسك الليله دي غيري انا. يا ده اوف اعجل لنا عجين الفلاحه يا واد. انا اعجل عجين الفلاحه؟ اعجل يا واد عجين الفلاحه. شارب ميه نار مش عاجل. وانا مش رايح الجمرك بكره. اوف الله جرى ايه يا اوف؟ وبعدين انا ما بقاش ليا كلمه في البيت ده ولا ايه؟ استاذ حسونة بيقول لك تعجن عجين الفلاح. تعجن عجين الفلاح مش كده؟ شوف كاسك يا حسونة. افقه واسع عشان كده شافه زي ما انت شايفه. اوفا اعجن عجين الفلاح يا اوفا. هو معقول يعني انا اعجن عجين الفلاح يا خليفه؟ اوفا ده شارب ميه نار. اعجن يا اوفا. لبعض امر الله. شاطر يا اوف شاطر. اهي راسه تفوت ولا حد يموت. يلا يلا اعجن اعجن. الليل 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 اعجن اكتر يا اوف. الليل الليل ميه نار يا اوف. اعجن يا كلب. الليل اعجن اكتر يا اوف. يا اوفة الكلب. الليل ميه نار يا اوف. اعجن اكتر يا اوف. اكتر يا كلب. يا اوف محدش يتحرك مكانه. قلت محدش يتحرك مكانه. ده معانا امر من النيابه بالتفتيش والقبض عليهم. ان شاء الله كلنا هنعجن عجين الفلاحه. اتفضلوا فلوسكم اهي. علي الحرام من بيتي ما فيها ولا تعريف حلال. ما تصدقهوش ده مجنون. ده مجنون ما تصدقهوش. اعصابك يا حكمه. انا من الانفوشي والى الانفوشي نعود. لا وانت السادة يا حسون والى السجن تعود. مش كده برضه؟ بيغيبوا في المداوله. استعجل على السجن يا ابني. انت لسه معترف. استعجل ربنا يستجيب لدعايا. اللهم اخرب بيوتكم. اللهم اخرب بيتي. نعم اللهم اخرب بيوتكم جميعا. ان شاء الله ربنا هيخرب بيوتنا باذن الله كلنا واحد واحد. انت هتنقطنا بسكاتك ولا الاحسن نحل؟ الشيخ اجري كتكنيله وانت خايب كده بالنيله. كل شويه تقول نقطنا بسكاتك ولا الشيخ اجري كتكنيله. وانت لو كنت كويس كنت رماك كده في الشيخ اجري كتكنيله. اخرس بقى منك له. اخرس منور يا سي شاهين انت والصحبه اللي معاك. اوف عاشر الاندال. تموت نادل وتعيش نادل. يا نادل يا ابن النادل. محكمة. حكمت المحكمة في الجناية الأولى رشوة وتزوير أولا، وعاقبت كل من المتهمين خليفة عوض الله محمود ومنصور حسنين علي حضوريا بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 60,000 جنيه. ثانيا، بمعاقبة المتهم حسون السيد والي حضوريا بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 2,000 جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط
على ذمة الجريمة وقدره 50,000 جنيه. ثالثا، معاقبة المتهم شاهين شحاتة واصف حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 100,000 جنيه. في الجريمة الثانية، رشوة وتزوير، بمعاقبة المتهم شاهين شحاتة واصف حضوريا بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 100,000 جنيه. في الجريمة الثالثة، رشوة، معاقبة المتهم شاهين شحاتة واصف بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 50,000 جنيه. يحيى العدل! يحيى العدل! يا نهار اسود ومنك ابو شاهين الطص 75 سنة، شوف الحلاوة بتاعته. لا شديد شديد حقيقي يعني، اللهم صل على النبي. 75 سنة. يلا يا حبيب التواب، كلها 75 سنة وتخرجني. حسونة، ولا يهمك حسونة، انا هعمل لك نقد. نقد اعمله اخويا علشان اضمن المؤبد. شد حيلك يا حسونة، مشدود على الاخر، ما تخافيش عليا. هستناك يا حسونة. تستنيني 5 سنين يا طول بالك. هستناك طول عمري. أنا بحبك يا حسونة. حبنا انتحر يا حكمة. أنا وأنت ساعدناه على الانتحار. هبعت لك من السجن شهادة وفاته. ورقة الطلاق. مبروك يا نادين. الدنيا كلها عرفت إن جوزك بريء. قلتها متأخر، لكن قلتها. انت وابنك تقدروا تبصوا في وش الناس وراسكم مرفوع. ابنك هيكبر ويغني على صفار طابور للحمام وللسما الصافيه وللموج. ليه امل ان كمال في يوم هيسامحني وانت كمان هتسامحيني؟ بتعمل ايه؟ اهلا يا بابا، مساء الخير. بقول لك بتعمل ايه؟ بتشمس. نعم، هكون بعمل ايه؟ بذاكر طبعا. الساعة 2:30 بعد نص الليل. هنعمل ايه بقى؟ من طلب العلا سهر الليالي. طب ما تذاكر يا اخويا بالنهار. ارحمني شوية من عداد النور اللي بيفط ده. انا باجي من كلية تعبان. كلية الطب دي كلية مرهقة، متعبة. باجي انام ساعتين بلاقي الدنيا ليلت. وكان لازمته ايه تدخل الكلية المهببة دي؟ ما دخلتش ليه كلية قريبة من بتوع الأربع سنين وأقلب؟ يا بابا الأبهات بيتمنوا إن ولادهم يخشوا كلية الطب، إن شاء الله تنفع لهم عين، وأنت زعلان. تخش كان نفسك تخش كلية الطب وما عرفتش، عشان كده بتغير مني؟ اخرس! أنا كان لازم أشغلك بالثانوية العامة ولا جامعة ولا هيحزنون. أنت أحسن من مين يا أخويا؟ مش أحسن من حد، اتفضل بقى بالسلامة وروح نام. مش نايم، مش نايم. حاجة عجيبة جدا، هو إحنا مولودين فوق راس بعض؟ طب اخرس يا ولد. ماشي، حاضر. بس انا عايز اذاكر دلوقتي ولا اقول لك؟ حتى العلم خليها ريحه الاوضه زي النيله. انا ماشي. رايح في الناهية؟ راح اذاكر عند واحد صح. رايح تصبح في الشوارع؟ طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، غرفه 60 داهية. اتخمدوا جاتكم بلاوي. خميس مين؟ خميس مين؟ اهلا ابو كمال. مساء الخير. مساء الفل. زق الباب برجلك واطلع. الباب مفتوح، السلم هو اللي ضلمه. هنورلك والناس تسلم. اطلع بس. اهلا كمال. ازيك؟ ايه ده، انت عندك ظروف ولا ايه؟ لا لا لا، ده مش غرب، تعالى اتفضل.
اهلا وسهلا. توصل دنداني مدير عام التسليك سباك قد الدنيا. شد. لا ما لا مؤاخذه ماليش في الحاجات ده. بالك ده انت هتبقى في ملك غير الملك. بتاع ملك غير الملك ده عزوز زميلي في كليه الحقوق من السنبلوين. اهلا وسهلا. ولد طالب مجتهد جدا بقاله 3 سنين في سنه تانية. كويس. وده هاني بيه مفيش على الحجر غيره ابوه من كبار رجال الموظفين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا استاذ. ما عرفتكمش على كمال. كمال طالب نجيب في كليه الطب بس ده بقى حبيبي وزميلي واحنا عيال صغيره كنا اخوات في الرضاعه. لا في اللفه. اصل امي وامه عشان يوفروا اشتروا 3 لفه في شركه. امال مين اللي ايه؟ ده لكتع ملك الجوزه. مين؟ لكتع ملك الجوزه ما نعرفوش جينا لقيناه هنا. اهلا وسهلا. اهلا بلد. نعم؟ اهلا بلد. بقول لك ايه يا خميس؟ ايوه كمان. انا كنت عايز اقعد اذاكر. ما احنا بنذاكر اهو. لا انا عايز اذاكر بجد وجد يعني. اه المذاكره اياه. طيب انا هوضب لك قاعده على السطوح دي جنب. اقعد انت معاه. خلي بالك منه يا مساء الدندشه. لا لا مؤاخذه ما قلت لك هندسه انا ما بعرفش فيه يعني. بكيفك. خويا يا عزوز شد وبرق لي. يا حلو انت يا حلو. مساء الخير. مساء الفل. تعالى كمان. تعالى. جهزت لك القعدة اهي. أعمل لك شاي ولا أي حاجة؟ متشكر خميس. طب عن إذنك أنا بقى داخل أذاكر جوه. يا أكتع. يلا يا أولاد يلا يلا. اتفضل يا سيدي. خد السندوتش بتاعك اتفضل انزل يلا. حاضر يلا. حاضر يا بابا. وأنت يا أحلام. بنت يا أحلام أنتِ. انت بتعمل ايه هنا؟ بسرح شعري يا بابا. سرحي شعرك ده ايه ده تعي ايه؟ يلا يا اختي يلا يلا جرس هيضرب. انت دلوقتي بتتفرج على ايه؟ قلت فرجة يا بابا. اخلص يا يا كلب امشي اغسل وشك كلب امشي امشي. عايزه 30 قرش. 30 قرش في عينك ليه؟ عشان نزوق الفصل عشان قبل المفتشه جايه النهارده والقبله قالت ما يصحش تشوف الفصل مش متزوق. وانا مالي ما يزوقوها على حسابه ما يزوقوها على حساب انا ليه انا مالي؟ يبقى يا بابا. امشي مشاش في ركبك. صباح الخير يا سي عبدو. ايه ده؟ لسه هنا؟ لسه هنا ده ايه؟ الساعة بقت كام دلوقتي؟ الساعة داخلة على 8:30 اهي. 8:30 راحت من المحاضرة الأولى، مش كنت تصحيني؟ أصحيك إيه؟ أنا فضيلك ولا فضيل إخواتك اللي عليا؟ يبقى صحي روحك. يلا يا بنت يا أحلام يلا. بابا. ما كنت عايز أقول لك ما تقولش ما تقلبش مخي أنا مش فضيلك عايز ألحق شغلي. سي كمان. صباح الخير. صباح الخير يا نهار. لما يجي بتاع اللبن ابقى اجيب لكم لبن. ايه ده كتر خيره. هو انت كنت فين بالليل؟ نعم. اصل شايفك وانت خارج وارجع وش الفجر. في حاجه معينه يعني؟ لا ابدا بس بطمن عليك. لا انا اصل كنت بذاكر عند واحد صاحبي. انا اسف اتاخرت على الكليه. مع السلامه يا سي كمال. كمال كمال. اهلا خميس. ايه اللي جابك كليتنا؟ خير خير. هو اللي يعرفك يعرف الخير. ما نمتش لحظه واحده من امبارح. حصل ايه؟ سايب عندي شنطه افتحها الاقي فيها راجل بيبرع لي. ده جزء من الجثه اللي احنا بنذاكر عليها. ما تخافش الراجل مات وشبع موت. ما هو عشان مات وشبع موت لازم اترعب. افرض حد شم الريحه ولا ظبط الجثه اقول انا ايه؟ اخد انا اعدام؟ وانت بتهمك حاجه يا راجل؟ ما انت قلبها بوظه. ده عمال تعملها دي خميس. اهلا يا نوره. صباح الخير. ليه ما دخلتش النهارده؟ ما انا كنت لسه داخل. خميس صاحبي طالب في حقوق. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ الالماظ اللي في ايديك ده حر ولا فالصو؟ حر. وبعدين معاك يا خميس. يعني انت لفه حوالين صوابعك شقه اسكان فوق المتوسط؟ بقول ايه؟ ما يلا نلحق المحاضره. اه مش هتاخرنا. مستنيك تذاكر معاه بالليل. لا ما تستنينيش مش جاي. حقك يا عم. احنا في كتاب بطلوا دوشه مش عارفين نذاكر. ايه يا ابني انت عايز تكتمنا في بيتنا ولا ايه؟ لا يا سعد انا اصلي قصدي عليهم هم حتى يمكن كمان عاملين لك دوشه. بقول لك ايه يا بابا؟ نعم. انا بكره عندي امتحان عملي وهكشف على العيانين في المستشفى. طيب يا سيدي عال. ايوه بس ما انا كنت بقول لك عشان خاطر عايز الرسوم. رسوم ايه تاني؟ احنا مش دفعنا المصاريف؟
ايوه بس اصل العيانين ما بيردوش يقولوا لنا على حالتهم الا ما ياخدوا فلوس. يعني ايه مطلوب مني ايه؟ اصرف عليك وعلى اخواتك وعلى العيانين في المستشفى؟ اه جاك قهوه لما يقويك، كتب ومصاريف وجثث وجزم وشرابات ومكواجي وحلاق وملابس وهدوم. ايه يا ابني ايه انا بحر، انا موظف صغير قد كده اهو، موظف غلبان. اجري يا ابني انجرب من قدامي. وانا كل ما اطلب منك حاجه سمعني الموشح ده. موشح يا قليل ادب، قصدي الطقطوقه دي كده. فرنش من قدامي، اياك تطلب مني طلب بعد كده. انت اصلك مش دريان، ما انتش حاسس بالهم اللي انا فيه. طب اعمل ايه انا بس؟ اعمل ايه؟ اهلا كمان، ازاي؟ ازاي انت؟ ازاي صحتك؟ انت عندك حد؟ اه القعدة منصوبة، تعال. لا معلش، مش عيب خميس تبقى طالب محترم في كلية الحقوق وتقعد مع عالم زي دول؟ العالم اللي زي دول، دول نجوم المجتمع الجديد. تعال تعال. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز 5 جنيه سالف. 5 جنيه؟ ايوه. وانت تعرف برضو ان انا ينكسر معايا 5 جنيه؟ طب وبعدين؟ اصل انا كنت عايزهم ضروري. بقى يا راجل تبقى زميلتك بنت زي اللي شفتها معاك وتدور تستلف؟ ده انت تقدر تقلشها وتعيش مالك. قلشها؟ قلشها ده ايه؟ ولا انا شال ولا طالب في الجامعه يا ابني. هتقلشها باسم الحب، البت ما نزلتش عينها من عليك طول ما احنا واقفين. اسمع، غني عليها وخد القرشينات. احتفظ بافكارك الهباب دي لروحك. اسمع خميس، انا راجل بينتظرني مستقبل باسم مش صايع. طب ما خدتش ليه من انهار بنت خالتي؟ ما هي ساكنه تحتكم ومقرشه. هو انت كل تفكيرك في اخذ الفلوس من الحريم؟ انا ماشي. تعال تعال تعال، انت ما تزعلش. تعال تعال انا هجيب لك 5 جنيه. طب مش عايز احراج؟ مفيش احراج، انا عمري ما شفت واحد بيستلف من غير احراج. خش يا بتاع مستقبل باسم. الصلاه على النبي يا حبيبي. تعال تعال يا مستقبل. مساء الخير. مساء الفل. هات 5 جنيه يا دندن. سلف ولا جدعان؟ ما تجيب بقى يا اخي. خد ابو كمال. خد خد يا دكتور، ما تتكسفش، ده حته بخمسه ما تسواش تعريفه، بناخدها في جلدتين حنفيه. ولما تبقى مزنوق بقى تعالى اسرح معايا وانا اجيب لك 10 12 جنيه في اليوم بدل الدكتوره اللي انت مزنوق فيها دي. مع السلامه ابو كمال. مع السلامه. مع السلامه. ما تخف يا جدع انت. خد نفس. مش عجبك 5 جنيه؟ 5 جنيه ايه؟ وانا بالله ترمس؟ انا مش هفتح بوق عيال من 20 جنيه. 20 جنيه؟ ويعني 20 جنيه؟ بكره تبقى دكتور قد الدنيا وتجيب ال 20 جنيه دول من عيان واحد. عيان واحد؟ اه. وانت مالك انت تجيب 20 جنيه ولا 100 جنيه؟ وانا الكزيده بتاعتي 20 جنيه، ما تضيعليش الموسم اهو انت. يا عم حرام عليك. ولما انت مش قد كليه الطب بتدخلوها ليه؟ الله، وانت مالك انت خش كليه الطب ولا خش امناء الشرطه ولا خش كليه ايه؟ في ايه كده؟ لا مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ التلميذ ده مش عايز يدفع 20 جنيه. تعمل ايه؟ هسلفك ال 20 جنيه. ده كلام يا نورة؟ ودي فيها ايه يا اخي؟ احنا مش زمايل؟ واكتر كمان؟ لا اصل المسألة مش مسألة فلوس، إذا كان على الفلوس، الفلوس مرطرطة مش عارف أوديها فين، المسألة مسألة مبدأ. امسك. يا عم صلى على النبي، هو أنت قرعونه زي؟ يا سيدي هات خليك تنجح. خد. قول بقى يا سيدي بقى. معلش استحملك. بقولك ايه؟ عايز ايه؟ كنت تقول للست باخد 30 واشوفك بخمسه. طب اخرس بقى، لا اديك قلم انزل لك البواسير. خلاص بلاش بلاش. عين الادب ما يختشيش، ربنا ياخدك. ما هو لو خدني هتسقط يا حلم. طب قول. اكتب عنك. السلام عليكم. وعليكم اهلا. ها جايبين ايه النهارده؟ 4 قمصان وبنطلونين. وريني كده. شاريهم بكام دول من الكليه؟ ب 30 جنيه. لا يا شيخ، طب مش هتبطل الحركات الصعبات دي؟ اسمع، دول ب 15 جنيه بس، واربعه عشانك يبقوا 19. دي هدوم مدعمه من ملابس طلبه الجامعه، الحكومه دافعه فيهم الشيء الفلاني، وانت هتبيعهم ب 80 و90 جنيه. مش هدفع اكتر من 19، ما انا لازم اكسب. هاد ده انت راجل ذمتك استك. وانت يعني اللي ذمتك حرير؟ خد. نهايته. مستنيك بكرة. مع السلامة. ممكن أسألك سؤال وتجاوبني عليه بصراحة؟
اسألي 10 أسئلة. يا ترى شعورك ناحيتي زي شعوري ناحيتك؟ يا نورة في فرق كبير قوي بيني وبينك. انت بتيجي في عربية 16 متر وانا باجي في رجل برطوشة. انت ساكنة في الزمالك ولا في جاردن سيتي وانا ساكن في باب الوزير. انتوا حواليكوا الجناين والسوبر ماركت وانا حواليها الترب وارض الغفير. طب وده يمنع اننا نحب بعض؟ واخرتها انت هتبقى دكتور وكل اللي انت بتقوله ده ملهوش قيمة. انت مكانتك عندي ما تتقدرش بتمن. انت لو تعرف انا جوايا ايه من ناحيتك تستغربي. نورة انا في حالة انعدام وزن. طب مش هتروح تكلم بابا؟ بابا مين؟ بابايا انا. اكلمه في ايه؟ يا سلام عليك، تكلمه عشان نتخطب. نتخطب؟ ده انا احمر الخدين صفر اليدين، ما معيش حاجة خالص، لا انا ولا اهلي. لما نتخرج يا اخي هي الخطبة دي عايزة حاجة، نقرا الفاتحة ونلبس الدبل وبعد ما نتخرج نبقى نكتب الكتاب. طيب وليه الاستعجال؟ يعني انت مش مستعجل؟ يا اخي عشان تقدر تيجي بيتنا نقعد مع بعض نذاكر مع بعض. ها قلت ايه؟ نذاكر مع بعض. مذاكرة جامدة قوي. يعني شوفي كده الكيكة دي يا عمتي. مفيش بعد كده. طيب بعد اذنك اطلع وديها لجماعة عبد الصمد افندي عشان يدوا عمايل ايدي. جماعة عبد الصمد افندي ولا ابن عبد الصمد افندي؟ ما تكسفنيش بقى يا عمتي. اكسفك؟ اكسفك ده ايه؟ ده انا بدعيلك من قلبي ان ربنا يجعله من نصيبك، كمان ابن حلال وبكره يبقى حكيم قد الدنيا. خايفه بعد ما يبقى قيمه قوي كده ما يبصليش يا عمتي. هو انت قلت القيمه يا نهار يا بنتي؟ ده انت حلاوه واصل وعندك بيت ما شاء الله، وامك وابوك الله يرحمهم كان خيرهم على عبد الصمد اللي ابنه كمان. ده عبد الصمد ده كان بالنسبه لابوكي موظف كحيان. يا احلام عاملين لي كوباية شاي تقيلة شوية يا بنت. مفيش شاي يا بابا. يعني ايه مفيش شاي؟ البقال مرضيش يديني، قال لي مكسور على ابوك شهرين، لما يدفع بقى ابو خده. اما راجل قليل الاصل زيك صحيح. ده النهارده لسه 13 في الشهر، يعني فاضل 18 يوم منه. مساء الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا، ازيك يا نهى؟ الله يسلمك. انا جايبه لحضرتك، قصدي جايبه لكم كيكه من عمايل ايدي هتعجبكم قوي. طب ليه بس التعب ده كله يا نهى؟ تعب ايه بس يا بابا؟ يا اخي جبت لك كيكه. استني ورا انت ما تاكلوش. سيبهم براحتهم يا عبد الصمد افندي. طب اتفضلي يا نهى، اتفضلي اتفضلي. على فكره يا نهار انا اسف قوي عشان اتاخرت في دفع ايجار الشقه. فلوس العيش. ايوه بس عبد الصمد افندي، على فكره انا مش هطلع هنا مره تانية لو فتحتني في الموضوع. ايوه لا. بابا عاوزك في كلمه. ما تقول يا بت. لا في ودنك. بتاع العيش بيقول ان ما جبتوش الفلوس المتاخره عليكم مش هيجي بكره. مش هيجي بكره؟ طيب ايه اللي جابك بالليل وبتعمل ايه في الخزنه؟ لا ما فيش حاجه يا حرز الظابط. ما فيش يعني ايه؟ نازل ايدك. فتشوا عسكري شوفوا مسلح ولا لا. مسلح ايه يا سعاده البيه؟ ده انا ماليش دعوه بالحاجات دي ابدا. عبد الصمد افندي محضر هنا يا فندم. من عارف انه محضر، انما ايه اللي جابه في السعاده؟ ايوه اصل بصراحه كده اصلا نسيت مستند حجز هنا، فقلت اجي اخده دلوقتي عشان اوقع الحجز الصبح بدري. على كل حال اتحفظ عليها عسكري للصبح. يا سعاده البيه ما تكبرش الحكايه، اللي في الخزنه عهدتي، انا هسرق عهدتي. اسكت خالص. يا سعاده البيه بلاش فضايح، الله يسترك. حضرتك اذا كنت عايز تجرد الخزنه اتفضل وردها. مش شغلي، انا هتصل بوكيل النيابه دلوقتي وهو يتصرف. يا بابا اتأخرت كده ليه؟ انا كنت قلقان عليك قوي. الحمد لله الحمد لله، الف حمد والف شكر لك يا رب. الف شكر.
ما انا كمان يا ابني كنت هتورط حته ورطه. لو اكون حد ضحك عليك وخدك حته بطاله كده ولا كده. الله يجازي شطانك كمان يا ابني. قول لي انت عامل ايه في مذاكرتك اليومين دول؟ والله يا عبده كويس شغال ماشي يعني. طيب بدل ما مزاجك حلو كده ورايق انا عايز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي قوي يا كمال يا ابني. قول يا حبيبي. هو اصلي في الحقيقه يعني نويت وهتوكل على الله وهخطب بنت كويسه من اسره محترمه جدا. نعم ايه في ما كنا كويسين بقى حضرتك عايز تتجوز وشويه شويه تخلفوا عيال وقع يا عبد الصمد ونخرب بيتك طول ما مخروب. لا ده مش جواز ده خطوبه بس. خطوبه ايه واندلت ايه خطوبه ايه؟ انت مش عارف انا كنت فين دلوقتي. ما انا هشرح لك كل حاجه. ما تفتحش بقك ما تفتحش. انت عايز تغنيني؟ خلاص عبد. خلاص انت غننتني. خلاص انت غننتني. صحتك يا عبد ومش كده. تمام خزنتي يا حضرة المحضر. بس انت اللي غلطان. انت جيت بالليل وحطيت نفسك في موضع شبهات. معلش بقى اللي حصل حصل. بقول لك ايه يا باشمهندس؟ ايوه. لا الاقيش معاك 10 جنيه سلف لاول الشهر. خمسه فيه ينفعوا؟ ما يقولوش لا. وانا رايح لوكيل النيابه افهمه ان الخزنه كمان. طيب. شارع صمد يا فندم. معقوله اللي بيحصل لك ده؟ تبقى محضر قد الدنيا وتدور تستلف. تعرف تخرس انت. انا لسه نوره يا دكتوره. اندهلي انا؟ مش فاكراني؟ انا خميس. اه اهلا وسهلا. اهلا بيكي. الحقيقه نوره من ساعه ما شفتك وانت بسمتك مش غايبه عني، مش قادر انسى ايدك ورسمتها. ايه يا استاذ اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ ده ملخص لاحاسيسي ناحيتك. ايه اللي جابك هنا؟ وايه الهباب اللي بتهببه ده؟ انا لسه هببت حاجه. عن اذنك. انت ليه الادب؟ ايه ده؟ شايفك عبيط. لا ليك لا في الطوره ولا في الطحين. والبنت معاها فلوس قد كده، ما انتش قادر تهفهم، هفهم انا. انت بني ادم اصولي، انا ما يهمنيش الحاجات دي. انا يهمني شخصها بس. طب ما تروح تخطبها. ابويا ما رضاش ولا بقى غم. وايه اللي هيعرفه انت تخطبها دكاكيني، ولما تتخرج بقى قول له. ولو ابوها سالني فين ابوك؟ فين اهلك؟ اقول له ايه؟ يا بادب البنت شرياك، وما دام البنت شرياك كل ده مش مهم، هتقدر تأثر عليها وعلى ابوها وعلى امها وعلى الجن الازرق. سيب لي انا اخطط لك. اتفضل ادخل. تشكر يا ابني. السلام عليكم. عليك. في اعلان قضيه يا معلم، اتفضل استلمه. استنى بس ما تاخدنيش على مشامي ولا الشرده. نعم يا معلمي. فتح مخك مع عمك. عينيا يا معلمي. شو بقى حاضر انت؟ ما لقيتنيش. ما لقيتكش ازاي؟ ما انا بتكلم مع حضرتك اهو. والدول علشانك. انا مش بتاع الحاجات دي. وفر عليك فلوسك. هتستلم الاعلان ولا اقول امتنع؟ اما الراجل غريب صحيح. انت مش عارف انا مين؟ اكبر جزار في مصر واغنى الاغنياء. انا مالي؟ انا معايا ورق لازم اسدده. خد. قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل. موجود. يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا بني ادم لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك. دول ناس اكابر هتروح لهم هنا. قالت انت كمان هو راجل بلبسه؟ احسن تسكت اسكت اسكت خليني اتصرف. خميس؟ اهلا يا هاني. خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي عارفه. اهلا اهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر انتاج الكمال عشان في موضوع عائلي كده. اخصى لك سيفك. قوي قوي يا خميس. اتفضل. 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 اتفضل معايا. اتفضل. ده اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ اه. زي بعض. زي بعض بقى كويس؟ ايوه بس يمكن تطلع عليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حددت نفسي فيها حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدبل كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. اه قوي قوي قوي. 41. مش فيلا حلاوه بيل عن تابلي؟ ايوه. نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر.
اتفضل. هقول للمعلم. معلم ايه؟ بقول لك عايز ساعة البيت. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا ما استغناش. انا عايز حلاوه بيل عن تابل. ما هو احنا ابن حلاوه بيل عن تابل. مش هنا نمره سته؟ اه. سيادتك حلاوه بيل عن تابلي؟ قلت لك اه. احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم. صادق صادق. لا مؤاخذه حضرتك عندك بنت اسمها نوره. انت تعرف نوره؟ لا. ايوه ايوه يا فندم. انا زميلها في كليه الزراعه. كليه الزراعه؟ في كليه زراعه ايه بس؟ كليه ال ايه؟ كليه ال كليه الطب يا فندم. احنا في كليه الطب مع بعض. هي كليه الطب. اه. اهلا وسهلا. خير؟ خير. اللهم اجعله خير. هو في الحقيقه انا يشرفني يا عمي اني اتانس واطلب ايد بنت ساعتك. عايز تتجوز نوره؟ لا انا عايز اخطبها بس يا فندم، وبعدين يبقى الجواز ضمنا بعد كده في المستقبل. اه. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ في كليه الطب. عميد، مدير، استاذ؟ لا يا عمي اقل شويه. انا زي ما تقول كده زميلها. اه. تلميذ يعني؟ تقريبا. واهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مجهول جدا. صاحب املاك؟ نعم. يعني عندك اراضي، مصانع، عمارات؟ لا يا عم، احنا بتوع القانون 83. انا والدي موظف. موظف؟ بيشتغل ايه؟ محضر. انت سمعت على حلاوه العنتابلي؟ حلاوه العنتابلي مين يا فندم؟ احنا. اه لا، ما باخدش بالي. لا مؤاخذه، اصلي ما بقعدش على قهوه يعني. طب اخويا، احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتابلي. احنا ولا فخر، مليونجي، عم جزرين، ملك اللحمة. عارف هي ايه اللحمة؟ اعرفها طشاش الحقيقة يعني. اخر مرة كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله، جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا، روح والدك. لا ده يا عمي انت مش واخد بالك، ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر؟ بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه، يعني 180 جنيه في الشهر، ده غير اللحمه. بس يعني امشي اطلع بره. مش كده يا معلم. بره. بره فين يا معلم؟ بره. اوعى تمد ايدك يا حاج تابلي. ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي. ولا انا عن تابلي. يلا. ده دكه البحر يا بابا. كلها كام سنة ويبقى دكتور وليه مركزه؟ الكلام ده كان زمان وجبر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين يا بابا؟ ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمع. اسمعي، انا دخلت كلية الطب عشان يقولوا حاجة واحدة بس، بنتك الدكتورة راحت، بنتك الدكتورة جت، انما الظاهر انا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجة لكل ده. حصل ولا ما حصلش، خلاص فينيتو. من بكرة مش هتروح الكلية، وانسي الدكتورة دي نهائي.
علي النعمة الدنيا اتقلبت بقى الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمة جملي؟ بلك يا خميس بلك النهاردة الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش نبى يا جماعة مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمة امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشة كنت اجوزها لك وهي الكسبانة. طب بس بقى لديك مفك في خلقتك. حلوة 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 طالعة من بقك زي الشهد. الله الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور روق وتوصل في اياتها حاجة والنبي انت حيل. ادخل يا فالح ما ناخدش من وراه غير قلة الراحة. كل سنة وانت طيب. قصدي بعود الايام بعود الايام. سنة عندك حضرتك شارب شارب ازاي؟ انا كويس اهو بس بيتهيالك يا عبدو. بيتهيالي وبتستعملني كمان يا كلب. ايه ده يا عبدو يا عالم؟ ايه الغلط ده طيب؟ ياهو يا خل تعالوا شوفوا يا فندم جاني سكران. ايه ده يا عبدو ما صاحش الدنيا نهار الدنيا ليل والناس بتاكل الناس نايمه وكمان ما انتش قادر تصمد طولك يا خبر يا عالم يا هو يا خالي تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها التلميذ اللي انا بنزف عليه ده لما قلبي جايني سكران سكران. يا بابا ما صحش نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبه دي تاني؟ وصباح رباح. لا يمكن يا نهار ده لا يمكن ياكل لقمتي يا عم. يعني ايه لقمه القاضي يا خي كده؟ طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان الظهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين عاوز باصل العيله ترنهم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي انا همشي خالص انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا وكمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه. اشمعنى انا يعني؟ شوف طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب. قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح تلاقي بيخبط ابوك. ابويا؟ اه تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. تدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ دي ده موضوع كبير قوي خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي زبطوه مع مرات عويس فجماعه عويس قتلت عم. وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثة كمان اني اولهم. طب عمي وفلات اني ذنب ايه يعني؟ لا انا مم انت جرش معانا هنا هتفتحها ملجأ خميس. سلام عليكم. خد ايه؟ ايه ده؟ هتروح الكليه كحيتي؟ افرض عاوز تسندوتش كوبايه شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي اربع ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرسني خد مش عايز. خد يا جدع خد خليني الحق الكليه اطلع لي برشين من هنا ولا من هنا اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان سي كمان. انا فاضله الدادة اللي في ست نوره وبحت انا عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحظه تجري لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان بس ما تعرفيش. كل حاجه وليها حل ان شاء الله. يا رب يا كمان يا رب. فاطمه يا فاطمه. يا خبر اسود ونايل. بابا مين؟ بابا بابا ماذا كذب احنا؟ اروح فين؟ طيب بس هو يوم منيل من اوله يوم منيل من اوله.
فاطمة! يا لهوي! الدارة! الدارة بسرعة! يا فاطمة! ايه؟ بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه؟ انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ اصل انا ده ياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انطع يا كلب! بلاش يا عم، العهد بيه الرجل المعرور. انا هقتلك، انا هتبعك. اجي فين؟ تعالى هنا. وعدوة كهبل ولا ايه؟ رايح فين؟ يا فاطمة! تربيش الباب كويس. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس هقول لك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفنيش وتدور. عتبلي. عتبلي. انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيب رقبتي يا عتبلي. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه. لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوارتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا نلطم. المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هنقعد نخبط على البيوت وما حدش هيكسب بالك. يا جدع بقول لك جعان جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هان نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد يطص وشه بشويه ميه. الراس يشغلك على الاكل. انا كلب. الرقاصه بتغمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقاصه دي بتاعت هاني. ده هو اللي عازمنا. اه. مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. نجوم العشاء يا سي هاني. يا منقذنا. أنا أصلي متريش. اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين بيبقوا ألعن أيام، بيدوني فلوس بالقطار. إنما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين باخد فلوس بالكور. أصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع أنت بالقبية. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عدنا على أمك وأبوك يا رب. اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه، كمال صديق جديد. معاكم في الجامعه؟ هو لحد امبارح كنت في كليه الطب. ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت. فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من عيله ب 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحيها فيا انا ست ساندي. حكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بكامل. الله، مش بقول الحقيقه؟ ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشطه. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا، السلام عليكم. انا اسف حقك عليا، ما تزعليش. انا يعني انا اسف قوي لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصة من عيلة بنيلة يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي، اشربي عشان تنسي. يا ده ده سلامتك يا ست نورة. يا حول الله يا ربي.
وحضرتك اللي عملت كده؟ على اي حال مش وقته، المهم انها لازم تستريح شويه. عن اذنكم. اذنك معاك يا دكتور. مالكش حق ابدا يا معلم. اللي كان عايز يتقدم بصحيح الواد ده اللي اسمه كمال، حد يعمل في دماغ كده؟ عندك حق يا ولد الشير، ده كان هيضيع حالي في شربة مية الواد الاستغلالي ده. البت مهما كان صغيرة برضه، لكن أنا هعرف أربيه وأربي أهله. صباح الخير يا ولاد. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن الهرنيا بأنواعها المختلفة. تقدر تقول لي يا كمال إيه هي التايبس أوف هرنيا؟ التايبس أوف هرنيا بتبقى عدم المؤاخذة يا دكتور. تعال هنا ألف. إيه اللي بيحصل ده؟ أنت مين؟ وإزاي دخلت هنا؟ ما تحبكهاش يا دكتور. هاتوا أنا شردة. أنا يا معلمي. أوعى ألف. أوعى ألف وهو. تعال يا أخوي. تعال يا اخويا كلم المعلم. هو على ايدك. ايه يا معلم؟ انا ايه يا ولد؟ ايه الفوضى دي؟ فضل اطلع بره. اطلع بره منين؟ وانا في بيتكم هنا. انا في ملك الحكومه. حكومه ايه يا استاذ؟ استاذ مين؟ شايفني لابسها ببدله؟ ثم الجامعه بتاعتك دي انا اقدر افتح زيها بفلوسي. تعالى. قول لي بقى. اوعى انسى. سيب ايدك يا ولد. سيب ايدك. ايه يا كمال ده؟ مين الحصان ده؟ كمال رايح فين يا ابني؟ يا خميس يا خميس، عايزك تيجي تدور معايا على كمال. بتضحك ليه؟ اصله عندي من يومين، انما مش غريبه. ايه هي الغريبه؟ اللي كنت اللي تدوري عليه ده برضه جارنا. و وايه يا اختي؟ لا انت فهمتني غلط يا خميس، دي مساله انسانيه مش اكتر. هو فوق؟ لا ده في الكلية اهو، وصل سبع البروم. اهلا يا نهار، مالكم واقفين كده ليه؟ انا جاي عشان تروح يا سي كمال. اروح فين؟ والدك هو اللي بعتني، اصلك وحشته قوي، واخواتك كمان نفسهم يشوفوك. طب ما جاش هو ليه عشان يصالحني؟ مش هو اللي طردني؟ خلاص بقى ننسى اللي فات ويلا بينا. ايوه بس ما بسش ده البيت من غيرك ملوش حس. الله الله الله. نعم يا اختي. ده كلام ابوه. ما تيجي معانا يا خميس. اجي فين؟ ابوه قليل الادب وبيطردني. ده رياض انت. تعالى واقعد عندنا. زي بعض وعلى الاقل نتعشى. اتفضلوا. اتفضلوا. يطلع الواد ده ابن عبد الصمد المحضر اللي بيجي هنا. تصور يا معلمي. دي الحكايه فيها ايه النبات؟ سايل فيها الشرف من ناحيه، ومن ناحيه تانيه سايق الواد على البيت عشان يلهف كل اللي عندي. عرفت عنوانه؟ اكيد يا سيدي المعلمين. طيب لملي كام واد من المقاطيع بتوعنا ويلا بينا. ماشي الكلام يا معلم. انتوا كمان وحشنا. وازيك يا حسن؟ لسه تضرب قنابل مسيله للدموع بالليل؟ ها؟ ازيك يا بابا؟ انا كويس ان شاء الله. دايما كويس. انا ما صدقت انك انت بعت لي جيت على طول. انا بعت لك؟ لا جرى يا نهار، انت مش قلت لي ان بابا هو اللي بعتك؟ عبد الصمد افندي، انت طول عمرك راجل طيب وما حصلش حاجه لكل ده. انا طول عمري في طوعك يا حاج. ايوه كده، ده انتوا ما تستغنوش عن بعض ابدا. يا ساتر، ده مين اللي بيرزع ده؟ اوع من سكته. ايه خش فرده وهو. ايوه حاضر يا معلم. عال عال، ده الجامع مجتمع اهو. هو انت ورايا ورايا؟ ايه في ايه؟ ما انتش عارف في ايه يا حضره المحضر؟ انت راجل نصاب. عيب الكلام ده معلم، عيب قوي. فهمني ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان المحروس ابنك لف على بنتي وجاي يخطبها. يخطبها ومن ورايا؟ انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ جاي يخطب بنتك؟ ايوه يا اختي جاي يخطب بنتي، واخرة المتمة اروح الاقيه مستخبي في البيت في غيابي. اقفل الباب يا شردة. ماشي يا معلمي. اوعى يا اختي. استنى عندك انت وهو. فيها انا مش واد.
انا لما شفتك جيت جبت البوليس. فضل حظابط ده يتهجم علينا بيه؟ ده يضربني هو الناس اللي معاه، وتعرض لي قبل كده في الكليه. فين صاحب البيت؟ انا صاحب البيت يا بيه. مين اللي تهجم عليكم؟ مفيش حد تهجم علينا حضره الظابط. يعني ايه؟ يعني مفيش داعي لوجودكم. اللي نبهلكوا غلطان، انا اللي ابني مش متربي يا بابا. امشي اخرج بره، انت ما انتش داخل بيتي طول ما انا عايش. بينا هذا شله. يلا رجاله. عن اذنك يا حضره الظابط. بيتهيالي مفيش داعي لوجودي. كتر خيرك يا حضره الظابط. مع السلامه يا فندم. ايه ده؟ مالك يا انهار؟ مفيش حاجه، عن اذنك. طيب مستني ايه؟ اتفضل اخرج بره البيت. بره 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 بره. يلا عجبك كده السيشير ده؟ الحقيقه معلمي الواد كمال ده فقع لي مرارتي. مش اكتر مني هذا الشير ده. على قدك انا كنت ناوي اشفي غليلي لولا ابوه. كلنا بقى. انت كلت من الاونطه دي يا معلمي ولا ايه؟ لو انت فاكر صحيح ان ابوه ما يعرفش بالخطوبه وانه طرده، دي حركات بيعملها عشان يحطك في جيبه وما تاذيش الواد، وفي ذات الوقت يديله فرصه يغني عليها تاني، وبعدين يحطك قدام الامر الواقع وتلاقي كاتب الكتاب اتكتب، ومش بعيد كمان من وراك يا معلم. ايه اللي بتقوله ده؟ صدقني يا معلمي دي حركات احنا هرشينها. طب والحل؟ الحل نأدب الواد ده بطريقتنا، او بالمختصر نخلص منه. هات صب. تخف شويه ابو كمال. عليا النعمه كان في جره وطلع لبره. بس يا دين تخلص. الله الله يا ابو كمال، انت هتقلبها غم ولا ايه؟ كل واحد يعرف مركزه كويس. حلوه حلوه حكايه المركز دي. تصلي على النبي وبلاش تجيب سيره المركز يا دكتور. ما تبقاش انت غيرك يا سباك اللي هتتكلم عن المراكز. ماله السباك؟ السباك هو اللي بياكلكوا رخالك. تاكلني يعني ايه؟ حفظ مركزك كده. لا 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 لا. وبعدين يعني عزوز المفك عزوز. وبعدين بقى معاك انت هو. الله والله العظيم اجيب بنافيلا وانزل فيكوا تكسير. بس غلط هو. ما قدامك واس خميس. انا دشتلك على طرف. هو متعكنن ومشدود فمطلع ديه عليه. ادي فعلا انا مشدود يا اخي. انا اسف يا دنداني، حقك عليا. لا مفيش داعي يا جدع، احنا اخوات. ولا بلاش اخوات دي، لا تزعل، ما احنا مش قد المقام. انت دكتور قد الدنيا وانا راجل سباك. سباك الظاهر ان احنا اللي بنحقد عليك يا دنداني. احنا الثلاثه المتعلمين اللي متنورين ضايعين، كل واحد مننا عنده مشكله قد كده اهو. انت اللي ميت فل مكسب وعز وفرفاشه والوقت وقتك. ده بيتهيألكوا. حاسس ان الفلوس اللي بكسبها دي فلوس جايه من الهوا، فلوس مكسبها حرام، وده اللي مضايقني. هو انت في حاجه بتضايقك؟ ليه؟ انت بتحس زينا؟ هو انت فاكرني حلوف؟ انا بني ادم وبحس زيك بالظبط. انما انتوا بقى مسقفين ومتعلمين، بتعرفوا تقولوا احنا ضايعين وبنعاني، لكن انا يا ولده معرفش اقول واعبر. طب انت حاسس انك بتكسب حرام ليه؟ انا اقول لك، علشان الحاجة اللي بريال بيعملها بتلاتة أربعة جنيه. الحاجة بتغلى، ولازم أنا كمان أغلى. أنا خايف من بكرة. بالك أنت لو رقدت يوم مش هلاقي آكل. صب لي يا دكتور، صب. صب لي يا أبو كمال. خد اتنايل اشرب. ده أنت طلعت حساس، مع إن منظرك منظر أبو رجاز. إيه ده؟ الإزازة خلصت ولا إيه؟ آه. طب بقول لك إيه، ما تنزل يالا تجيب لنا إزازة. منين يا خميس؟ ده إحنا لسه في أول الليل. أنا هقول لكم على حاجة. احنا هنكمل السهرة بلوش. صحيح. بقى سلام كده يا هادي، عشان سند الجامعة. ايه اللي خلاها ما جاتش؟ الغياب حجته معايا يا سيدي. ان شاء الله بينا نقوم بقى، مفيش مانع. جرسون
الحساب لو سمحت. لا والله ما حدش هيدفع غيري. لا ودي تيجي برضه يا كمال، هاني بيزعل، المحل محله طبعا. مش ممكن. خلاص يا كمال يا حبيبي، ادام مصمم ادفع. اتفضل. ايه؟ اه 124 جنيه. كم؟ 124 جنيه. طيب معاك فاكهة 1000 جنيه؟ افندم امشي انت دلوقتي. امشي من قدام السعاد. امشي امشي من قدام السعاد. بقول لك يا هاني، ما تدفع انت المرة دي. ها خلينا بقى للتقايل. التقايل يا كمال؟ ايه انتوا معكوش فلوس ولا ايه؟ بصراحة بقى لا. ولا انا ولا انت. اه ولا انت ازاي؟ انا معيش غير 20 جنيه بس. مش كنت طول ما معكش فلوس يا اخي لازم البلاغة يكون حساس. طب بذمتك ودينك دي مناظر معاها 124 جنيه. المهم هنطلع من الورطة دي ازاي؟ مفيش غير حل واحد، انا هعمل اعلان رايح الحمام وهشيل سكينة كهرباء، المحل هيضل تسحبه وانا وراكم. ها؟ ابو سمعتنا خميس. سمعتنا ايه وهباب ايه؟ احنا عندنا سمعة. استر يا رب. ما كنا قاعدين على السطح محترمين، لازم تعملوا فالحين وتقولوا نسهر هنا؟ عيب وايه السطح؟ يلا يلا اتبع السطوح. انا اسف والله يا عبد الصمد افندي يا اخويا، لكن انت عارف ده شغلنا ودي مسؤوليه. ايه في ايه؟ انا مضطر احجز عليك. تحجز عليا ليه؟ صاحبه البيت انهار السيد متولي طالبه الحجز. انهار ده احنا كويسين قوي مع بعض. والله انا لو معايا فلوس ما كنتش اتاخر. لا لا يا حاج باش محضر، وانت ذنبك ايه؟ اتفضل احجز. لا يا عماتي لا، مالكش حق ابدا. يوه كنا صابرين عليه عشان كنا هنبقى، لكن ده طلع دون هو وابنه وقال ايه راح يخطب بنت الجزار. ان ما كنت اجيب لك سي كمال ده راكع على رجليه. يجي ازاي بس يا عماتي؟ اولا ابوه طرده، ثانيا لما نحجز على ابوه يجي ازاي هو بس؟ مصير والصلاح على ابوه وهو اللي يضغط عليه. يضغط عليه عشان يخطبني؟ لا يا عماتي انا ما اقبلش حاجه زي كده ابدا. المهم هحلها ازاي بس؟ انا خايف لا يلاقونا. ادي يلاقونا فين يا ابني؟ ده القاهره 9 مليون. مين اللي بيسقف؟ كمال. ايه المفاجاه دي؟ ازيك يا كمال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ازاي؟ ازيك يا سامر؟ ازي احوالك؟ اهلا بيك. دوختنا عليك يا راجل، رحنا لك البيت ما لقيناكش، وبالصدفه المكواجي اللي في الحاره دلنا على الاستاذ خميس. دكتور لطفي بيقول لك انك لازم تيجي الكليه. ايوه بس هوري وشي للزملاء ازاي بعد اللي حصل في الكليه يا اخوانا. وانت ذنبك ايه؟ راجل قليل الادب. انا رايي من راي الزملاء، ما حصلش حاجه يعني. ده ثابت ابراهيم زمايلي في الكليه. اهلا وسهلا. طيب ماشي، انا بكره هروح الكليه. طب نستاذن احنا بقى. لا لازم نتغدى سوا بقى. لا لا مش ممكن. لا انت طبعا لازم نتغدى. ما تتشددش قوي كده. مع الف سلامه، انا هنزل ابصلك. طب سلامه كمان. انا جاي معاك ابصلك. كمان خميس. اهلا يا دندني. اما جبت حته حشيش يا خلاص إيه؟ خالص. ايه مين دول؟ المخبرين؟ لا لا اتفضلوا اتفضلوا. يلا سلام. اما جبت حته حشيشه. مع السلامه ابراهيم. مع السلامه سالم. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا عم مصطفى؟ واد يا كمال. واد يا كمال؟ حضرتك بتندي عليا انا؟ انت مش المفروض اسمك كمال برضو؟ المفروض اه يعني. الحقوا الكهرباء، الحقوا الكهرباء. اجري انا شوف مين اللي قتله. هو فين؟ بتدور على مين حضرتك؟ على صاحبي كمال، قالوا لي هنا. ده جه امتى؟ امبارح. لا ده تعيش انت. مات؟ مات قتيل؟ مات فطيس؟ تقدر تستلمه من مشرحة. كمال كمال اخويا كمال، والله العظيم لا تقبل ومشرحه. يا خميس. مين؟ خميس. مين؟ تعالى تعالى يا خميس. تعالى يا خميس. تعال. هو ده العنبر ولا المشرحة؟ مشرحة ايه يا اخي انت كمان؟ انا كمال يا خميس. كمال مين؟ اللي مات؟ اللي مات انت كمان. كمال كمال صاحبي كمال كمال. ازاي كمال؟ ازاي؟ انت ولا انت المرة؟ تعال يا هند دي عاملة تعمليها؟ اقول لك كمال تقولي لي مات؟ انت تقصد ده؟ يا اختي ده انا جات في ودني جمال، هو كمان جه في حادثة امبارح ومات. متأسفة. متأسفة؟ تموتيه وتقولي متأسفة؟ فطلع من دم فطلع. عملوها فيك الأندال. والحل ايه مع الراجل ده؟ اسمع خميس، العين بالعين
استنى بستنى. انت ناوي تعمل ايه؟ انت قد الراجل الجبار ده؟ يا رحمه بعدك روح. هستنى لما يخلص عليا. بس ما فوقله. طب بس بس اخويا. بس بس شد حيلك. مستني ايه؟ انت لازم تعيد الكره تاني. لا يا معلمي. لازم نتقل شويه عشان ما نتكشفش. ونعرض نفسنا لسين والجيم. انا مش هستريح الا ما اشوف الواد ده منتهي نهائي. صباح الخير يا عبد الصمد افندي. اهلا. ما تاخدش على خاطرك يا عبد الصمد افندي. كفايه ان انهار ما نامتش طول الليل. ايوه النبي يا عبد الصمد افندي. اصلها بتعزكوا قوي. صحيح. صحيح يا انهار. هتكتب لك تنازل عن الحجز دلوقتي حالا. طب ما تفكري شويه يا انهار. افكر في ايه بس؟ بقول لك ما نمتش طول الليل. ولا انا. ازيك دلوقتي يا نور؟ الحمد لله يا بابا قربت اخف. السلامه ان شاء الله يا ست منى. بقول لحضرتك ايه؟ انا هرجع الكليه. ما قلنا ملوش لزوم رجوعك الكليه دلوقتي. يا بابا حرام عليك السنين الطويله اللي قضيتها في الكليه تضيع عليا هدر. ما هو انا ما اقدرش اخليك تروحي الكليه وتقابلي الواد اللي كان هيتسبب في اذيتنا كلنا. بابا اللي انت خايف منه مش هيحصل. انا مش هكلم كمال ولا هو هيكلمني. اذا كان كده معلش، بس بشرط ابعت معاكي سواق يفضل معاكي على طول. هيراقبني يا بابا؟ ما تاخديهاش كده يا بنتي، خديها ببساطة. حاضر حاضر يا بابا، بس اروح الكلية. سيد هاني سعيد موجود؟ ايوه فهمت موجود، عايزينه من فضلك. عايزين انا افتكر كده. مين؟ افتح باب ما تشخطش. انت خميس؟ تقريبا. انت ولا مش انت؟ انا. طب تعالى معانا. طب اكل لقمه. تعالى معانا لقمه بس.